أنا أدعو كل الأبناء اللي عندهم كبار السن فوق 60 إنه يبون أمهاتهم نادي الدخل، لأن نحن ياسين نقدمهم خدمة جدا رائعة، وبدل ما هم قاعدين في البيوت وما عندهم شيء هني يشغلون نفسهم، وهني نحن كدورنا ككير جيفر نبرز دور كبار السن أكثر. وأنا جدا سعيدة وفخورة بنفسي إني أعمل مع فئة من كبار السن، تعلمت منهم الكثير، وأنا حابة من هالمكان أعطيهم الكثير إن شاء الله.